الخير من جديد، وصباح الخير لكل الناس اللي انضمت لنا بهالأوقات. حاليا نذهب وإياكم إلى القدس وإلى صانع المحتوى عبد العفو بسام، هذا الشاب المقدسي والناشط المقدسي ومصور أيضا، اللي حمل على عاتقه مسؤولية نقل رسالة مقدسية إلى مختلف أنحاء العالم من خلال استثمار منصة الانستغرام وغيرها من المنصات. ما التفاصيل؟ ينضم إيانا عبر الإنترنت الناشط المقدسي عبد العفو بسام. يسعد صباحك عبد العفو، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله جمعه مباركه. يعني بدايه، اذا ما اخذنا بطاقه تعريفيه عن عبد العفو بسام لحتى نعرف المشاهدين والمتابعين. بدايه اهلا وسهلا فيكم، بتشرف بتواجدي معاكم عبر محطتكم. عفو بسام شاب من القدس، عمري 28 سنه، يعني بعمل مصور وبحاول استثمر كل وسائل التواصل الاجتماعي لأنقل القدس وأحداث مدينة القدس إلى كل العالم، يعني في خاصة إنه مدينة القدس هي مدينة غالية طبعا على قلوب مش بس الفلسطينيين بل يعني العرب والمسلمين في العالم، وللأسف هم محرومين من وصولها، فكان واجب علي إني أنا أنقل هاي الصورة وأنقل هاي الرسالة من داخل مدينة القدس إلى كل العالم. كل الاحترام لإلك، وبالتأكيد هاي مسؤولية بتحملها على عاتقك، وبهذا الشعار ممكن انطلقت من القدس إلى كل العالم. بصراحة قديش اليوم أنت بتشوف أنه أنت عم تحمل مسؤولية من خلال ذاتك ومن خلال ممكن الإمكانيات اللي أنت يعني عم بتحوزها فعليا، أنت عم بتوصل رسالة مقدسية، عم بتوصل رسالة واقعية في ظل ممكن كل الهجمات وفي ظل كل ممكن التحديات اللي عم بتواجهها القدس؟ يعني أعتقد أن المسؤولية على يعني أعتاقنا في مدينة القدس كبيرة جدا، خاصة في كل ما تمر في مدينة الأحداث، سواء كان على الصعيد السياسي أو على صعيد يعني المقدسيين والمسجد الأقصى بشكل خاص. في ظل كل التطبيع اللي عماله بصير تغيير رائق، في ظل تقصير الكثير من وسائل الإعلام في أخبار مدينة القدس، فإحنا كأبناء مدينة القدس واجب علينا أن ننقل بكل ما أتينا من طرق ومنصات يعني أخبار القدس. والحمد لله رب العالمين، إحنا وجدنا يعني قبول، وجدنا متابعة كبيرة جدا من الناس بنت القدس يعني بعيون أبنائها تسمع أخبار المسجد الأقصى وأخبار اللي بتصير في مدينة القدس، مش بس الأخبار، حتى الصور، صور بسيطة للحياة اليومية في مدينة القدس اللي انحرم كتير من، خلينا نحكي الفلسطينيين، من بداية من إنه يشاركوا المقدسيين في هاي الـ الأجواء. فإحنا بنحاول إنه ننقلها لهم، يعني على الأقل نخفف من الشوق اللي بيحملوه للمسجد الأقصى المبارك. ومش بس الفلسطينيين، كمان المسلمين في كل دول العالم هم اليوم يعني بينبسطوا لما يشوفوا أي صورة، صورة طفل صغير بيلعب في المسجد الأقصى، أو صورة يعني خلينا نقول حاجة فلسطينية بتمشي في أسواق البلدة القديمة. فيعني اليوم إحنا صناعة المحتوى صارت هي واجب علينا، هي مسؤولية إحنا نحملها، وبنحاول إنه نوصل رسالتنا وصوتنا كمقدسيين وكفلسطينيين. نعم، كل الاحترام لإلك عبد. ويمكن كمان حاليا عم بنشاهد مجموعة من الصور اللي انت عم بتحاول تلتقطها. بصراحة اذا ما حكينا عن طبيعة اللقطات اللي او الصور اللي بتحاول انه عدسة عبد انها تكون ملتقطة لإلها، عايش بتحاول ممكن تركز اكتر شيء لحتى فعلا انك تحقق الهدف اللي انت بتسعى لإله؟ والله انا برأيي كل شيء في القدس بيستحق التوثيق، وكل شيء في القدس طبعا بيستحق النقل، وكل شيء يعني مهما كان صغير ومهما كان اعتادت كمقدسيين انه نشوفه بشكل يومي، او هو صار اشي معتاد لكنه هو اشي مفقود واشي محرومين منه الناس خارج مدينة القدس. زي ما بتشوفوا الحياة اليومية في مدينة، حجارة مدينة القدس، مساجد القدس، يعني أزقة القدس، وصور المسجد الأقصى في كل، يعني مع انه المسجد الأقصى وقبة الصخرة هي نفسها ما بتتغير، إلا أنه الأحداث حولها بتتغير، طبيعة الزمن والمكان والكذا اللي بتتخذ فيه الصورة كل مرة لها خصوصية مختلفة
سواء على يعني الصعيد خلينا نقول الاحتفالات اللي بتصير او الاحداث الحزينه والاحداث المفرحه اللي بتصير داخل المسجد الاقصى اللي بنعيشها احنا كمقدسيين لوحدنا بعيدا عن مشاركه بقيه اهلنا في الضفه الغربيه وقطاع غزه في معانا في هاي الاجواء. فبنحاول انه نشاركهم معانا في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وندخلهم في الاجواء اللي احنا بنعيشها. كل الاحترام لإلك عبد. عبد بصراحة قد ايه بتشوف انه انت يعني خلينا نقول اقل ما يمكن تقديمه لمدينتك ولمدينة الكل بالطبع القدس، بتحاول انك تقدم باقل الامكانيات حتى انك فعلا ممكن تجذب اكبر عدد ممكن من الناس، وخاصة انا عم بحكي من خارج الوطن لقضية القدس، وكمان انت بتحاول في بعض اللحظات وفي بعض الامور وبعض الصور انك تقدم بطاقة تعريفية عن اماكن، بتحاول انك ترفع الوعي لدى المتابع بمعلومات وبتفاصيل حولها. انا يعني بشوف انه ما بتقتصر رسالتي على نقل مجرد صورة جمالية لمدينة القدس، إنما واجبي كمان أنقل المعلومة الصحيحة والحدث الصحيح، خاصة بما يعني بكل هاي القوة اللي عمالها بتصير سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو سواء من جهات أخرى اللي بتقوم بتغيير المعلومة أو بتغييب معلومة معينة. فإحنا كان واجب علينا إنه ننقل المعلومة، ننقل الرسالة، ننقل الخبر زي ما لازم، وحتى يعني من جوانب ممكن الإعلام ممكن جوانب معينة، لكن ما بعد الخبر وما خلف الخبر فإحنا بنحاول ننقلها. زي امبارح مثلا كان في عنا أسير مقدسي مالك بكيرات خرج من السجن بعد 19 عام من الاعتقال في سجون الاحتلال. طبعا يعني الاعلام راح يكتفي غالبا بخبر خروج اسير بعد 19 عام من الاعتقال، لكن احنا كمقدسيين واجبنا ننقل للعالم بانه هذا الاسير كان في له بنت مثلا ولدت اثناء وجوده في الاعتقال، واليوم اصبح عمرها 19 سنه لم تحتضنه ابدا يعني في حياتها. هذا الاسير تم اعتقاله ولم تمديد اعتقاله ل 24 ساعه لانه بحسب يعني زعم الاحتلال او يعني بسبب خروجه من الانسان. طبعا اكيد يعني بصراحه مسؤوليه كثير جميله انه اليوم الشباب الفلسطيني والشباب المقدسي يقوم فيها من خلال تزويد الناس بالمعلومات وبكل التفاصيل الجميله حول القدس، وفي ظل ممكن كل الهجمات اللي عم تتعرض لها سواء فكريا ثقافيا وحتى كأماكن هي تهدد اليوم، وبالتالي احنا اليوم بنكون كتير سعيدين لما بنشوف في هناك فكر وفي هناك مسؤولية عم بيقوم فيها الشباب الفلسطيني. على ما يبدو انه في هناك انقطاع بالاتصال الانترنت مع عبد، احنا بالتأكيد بدنا نشكره جزيل الشكر على هاي المسؤولية واحنا داعمين، ويمكن اليوم لما بنسلط الضوء على هذا الموضوع من منطلق انه احنا نحفز الكثير من الشباب اللي يمكن عم بيمتلكوا منصات تواصل اجتماعي مختلفة بكل سهولة وبكل يسر، وعمالهم يعني بيحصلوا على الكثير من المتابعين والمشاهدين من الوطن وخارج الوطن، قديش هم اليوم بإمكانهم صناعة ثقافة وتعزيز ثقافة توعوية حول الأماكن التاريخية وحول الأماكن ممكن اللي بتجذر ممكن وجودنا الفلسطيني، وبتكون هي رد على كل الهجمات ورد على كل ممكن عمليات التضليل وعمليات السرقة وسرقة الهوية الفلسطينية تحديدا. بدنا نشكرك عبد العفو بسام، كنت معنا من القدس. احنا مكملين وإياكم مشاهدين.